مش ايجابيه هناك من يومين، لكن عندنا ماتش بكره ان شاء الله نقدر نعوض فيه باذن الله. اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها هدفها واحد ان احنا نصعد، فان شاء الله ربنا يكرمنا طيب ويوفقنا بكره ويبقى الحظ معانا ونكسب باذن الله. انتوا كلاعيبه اطلع يعني الماتشات اللي هي بتبقى صعود دي ما بتبقاش محتاجه كلام كتير، هي بتبقى محتاجه بس يبقى في اصرار على المكسب، وده يعني مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ولا جديد على النادي. فيعني ماتشات مش محتاجه كلام، ماتشات محتاجه بس ان احنا نبقى مركزين في 90 دقيقه ويبقى ونعمل اللي علينا في الماتش، وان شاء الله الواحد واثق في ربنا وفي اللعيبه ان احنا ان شاء الله بكره باذن الله هنحقق نتيجه ايجابيه ونصعد باذن الله. يعني الجمهور احنا بكره ان شاء الله، احنا عرفنا ان ان شاء الله بكره يبقى الاستاد بالساعه الكامله باذن الله، فاحنا نبقى مستنيين بكره دعم الجمهور او 50,000 مستنيين دعم الجمهور بكره، يعني ده بيبقى حافز لينا وبيدينا قوه، فيعني مستنينهم بكره ويدعمونا واحنا متعودين منهم على كده، فان شاء الله بكره يعني نروحهم مبسوطين ان شاء الله. شكرا.